هذا وتتواصل فعاليات جناح مملكة البحرين في معرض جيتكس جلوبال في إمارة دبي، وذلك بمشاركة أكثر من 32 شركة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة في مجال التقنية، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين. وتأتي رعاية تمكين لجناح مملكة البحرين في المعرض استكمالا لنجاحاتها السابقة التي حققتها المشاركة البحرينية في الأعوام الماضية، حيث يقدم المعرض فرصة مميزة لرواد الأعمال في مجال التقنية لعرض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة أمام جمهور عالمي. انطلق في دبي معرض جايتكس الرائد عالميا في قطاع التكنولوجيا والابتكار بمشاركة بحرينية واسعة وبرعاية صندوق العمل تمكين ل 16 مؤسسة بحرينية ناشئة وصغيرة ومتوسطة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بهدف توفير الفرصة أمام رواد الأعمال البحرينيين والمؤسسات البحرينية للتواصل الفعال بشكل مباشر مع العملاء والشركاء وفهم تحديات التحول الرقمي. طبعا اليوم احنا نهدف من مشاركتنا في جايتكس مع شركائنا في مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة تنظيم الاتصالات والشركات لإبراز وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات. وتركز الشركات العارضة على التطبيقات الرائدة في الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والاتصالات والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والبيانات الضخمة وغيرها. نشارك اليوم بالمركبة ماغنم، هو نموذج أولي لمركبة المستقبل لدورية المستقبل بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. هذه الدورية يعني تم تصميمها مع شركة إماراتية، شركة كنسوجي، وفق الاحتياجات العملياتية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي. كما يوفر جايتكس منصة لعرض أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وعقد العديد من الصفقات التجارية التي تعزز من تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الدول. يحاكي جايتكس معرض التكنولوجيا الأكبر في الشرق الأوسط والجامع لأكثر الشركات ابتكاراً على مستوى العالم مستقبل الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني والتكنولوجيا المستدامة باعتباره أهم أوراق الترويج لملامح المرحلة المقبلة لمجالات الاستثمار والتنافس في الاقتصادات القائمة على التكنولوجيا الرقمية والعالم الافتراضي. تلفزيون مملكة البحرين، رشا إبراهيم، دبي.